الكلام غلط. فبيتاخد الكلام ده. ايه الكلام الصح؟ لا الكلام الصح انا مش ان انت بتقول ان العازب زاني. ايوه طبعا يا ستي، انا لا انا لم ابح العلاقات الجنسيه. اولا اسجل اعتراضا على اختزال الزنا في حرمه الزنا في انه يعني اختلاط الانساب او مجرد. اولا ما هو الزنا؟ الزنا هو ان يقوم رجل مرتبط بزوجته او زوجه مرتبطه بزوجها بممارسه الفاحشه. هنا إذا كان غير مرتبط يعني اليوم إذا كان شخص غير مرتبط ومارس الفاحشة مع امرأة غير مرتبطة تدخل في بند زي بند البغاء، ولكنها لا تدخل في الزنا. لا تدخل في الزنا؟ لا تدخل في الزنا، تدخل في البغاء. بس عايز مشايخنا يعملوا إيه؟ أولا الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مبناها على مصالح العباد، فحيثما تكون المصلحة. وانت اختلفت مع باقي الشيوخ في ايه في موضوع العازب اللي بيزني؟ ان هم اختزلوا اولا، ان هم اختزلوا الزواج. اه طبعا، اولا مفيش رجل، ثانيا هو الزنا حد يقدر يثبت جريمة الزنا؟ طب ايه جريمة الزنا؟ من المستحيلات. يعني المتجوز او مش متجوز 100 جلدة يعني؟ علاقات اه طبعا ده اصلا. بس حضرتك بتقول المتجوز رجم حتى الموت. خلاص كده مفيش رجل. لا بسأل حضرتك سؤال. حضرتك بتقول هو ما قالش حاجة عشان ترد. لا 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 ما قالش. مش ملك اليمين كده. طيب انا بتكلم ملك اليمين لازم يعرفها الناس. طب الزنا ملك اليمين ابو بكر البغدادي مش المعقود عليها. طب مش انا بعد اذنك معلش يا استاذ بعدين انا اعقد لابني على بنتك تبقى ملك يمينه. هي ملك يمين يعني بقى مين قالك ان ملك اليمين تنكح؟ هو انت لا تعرف من النساء الا النكاح. اليمين المعروفه والمتداوله انت الست بالنسبه لكم فرد. ايوه سبايا الحروب والمتخلفات من الاغراض. الاسلام ما فيهوش سبي. الاسلام حرم هذه الامور ولا توجد منها من بعد واما فداء. مفيش حرم ملك اليمين ولا توجد نهائيا ملك يمين. تفسير خاطئ. دي للسبب اللي انا عاوز اقول للسيادة دي او ما ملكت ايمانكم كده. ما عندناش سبايا حرب خالص ولا ملك يمين كده، فمش مهم. انا المهم دلوقتي اللي بيحصل في المجتمع. حضرتك بتقول ان الزنا رجم حتى الموت للمتزوج. ايوه والغير متزوج 100 جلد. حد الرجمي ثابت بالأدلة الصحيحة يعني وفعله صلى الله عليه وسلم ورجم وفعلته داعش ورجم صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية. ولم أقسم بالله الرسول لم يرجم لا ماعز ولا الغامدية لم يرجم إلا داعش الإرهابية التي تدعمها. قولي بقى قولي هو بيدعم داعش. قولي طب ينفع الكلام ده؟ أه طبعا أنا بحب داعش. أمال داعش رجمت أنا الوحيد اللي قلت على الدنيا كلها داعش ليست إسلامية. داعش رجمت إيه؟ ولا تنتمي للإسلام. طب استنى الإسلام. طب إيه رأيك في فتوى وزارة الأوقاف بتقول إن الخلافة فرض؟ مش الأوقاف أهو وزارة دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية اللي تدعو بتقول الخلافة فرض. بتقول إيه؟ سؤال جيل دار الإفتاء على الصفحة الرسمية، هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعد دولة إسلامية؟ وما حكم طاعة الحاكم في هذه الحالة؟ ردت دار الإفتاء ما فيش حاجة اسمها. أنا والله أنا بحس والله أنا سكتت أهو يعني أنت بتقول إن في رجم في الإسلام. أنت قول داعش بتقول في رجم. أنت بتنكر الرجم؟ أه بنكر ما فيش رجم. أنت بتتقول على الله. أنت بتتقول على الله عشان يعرف شأنه وأنكر معلوم من الدين من الضرورة. الشيخ بيدعي إن في آية كلتها المعزة اللي هي آية والشيخ والشيخة إذا زنى فرجموه. يقول لك ده مش أنا اللي قلت. مين اللي مش أنا اللي قلت؟ مين الشيطان اللي قال لك كده؟ ده دي تراث تراث. لو أجدادك كفروا بالقرآن تكفر أتكلم؟ مش شايفه والله ان الضحيه هو احنا. الضحيه ليه؟ الملحدين المتطرفين. ليه يا استاذ؟ ليه يا استاذه؟ ليه يا استاذه هام؟ حضرتك ليه؟ لان الملحدين بيكتروا في مجتمعنا. بصي انا عاوز اوضح لك ودور. بقول لك مش الشيخ وكيل وزاره الاوقاف يا استاذه رهام مولانا ما تخطب الجمعه اللي جايه في العزيز بالله في الزيتون يا استاذه رهام. هخلع العمه ده اهي وهقلع الكاكولا لو خطبت الجمعه الجايه في العزيز بالله وهحلق شنبي ده ليه؟ ومش طالع في الفضائيات تاني. ايه اللي حصل؟ مش ده وكيل وزاره الاوقاف؟ الجامع ده مقر داعش الارهابيه في مصر. اتحدى ان هو يقدر يمشي في الشارع بتاعه. ده اللي ساكن فيه. انت ساكن فيه تقدر تخش تصلي في العزيز؟ طب بقول لك ايه؟ طب انا هاخدك دلوقتي قسما بالله لو الشيخ صبري عباده خطب الجمعه اللي جايه فيه انا هطلع في التلفزيون تاني. طب بس عاوز لو خطبت في العزيز بالله الجمعه اللي جايه بس عاوزك تبقى صادق في كلمتك. مش انت وكيل وزاره الاوقاف ومسؤول عن مساجد في العربيه دلوقتي اهو ونطلع عايز بالله نصلي هناك العشاء عشان اعرفك ان احنا مسافرين عليك. لو خطبت الجمعه هناك انا هبطل اطلع في التلفزيون. لك اخطب الجمعه يا استاذه ريهام دي موضوع ما يقدرش احنا بنتكلم فيه. والله ما يقدر عزيز
ما تقدرش. العزيز العزيز بالله بيسيطر عليه وزاره الاوقاف. موضوع ان في مكان زي بعد ده تبع انصار السنه اتحدان دخل يهبطوا فيه كلام. احنا نتكلم يعني احنا عندنا جوامع في مصر تبع داعش الاف المساجد. انتوا عندكم كام خطيب؟ عندهم 58,000 امام وخطيب وعندهم 103,000 مسجد. مش هناخدك. لا انا ما يشرفنيش ان انا اشتغل في وزاره الاوقاف طبعا. انا اما نعمل وزاره اوقاف تنويريه مش ظلاميه. عندهم طب تسمع ربع من القران؟ تعالي تعالي اسمعني. سمع ربع من القران. الله لم يامرنا بحفظ القران ولكن امرنا بتدبره. طب مولانا شوفي هم مش هو وكيل وزاره الاوقاف وانا راجل مش شغال وهو بيتهكم عليا ان انا مش شغال في الوزاره رغم ان انا جاي لقاء زي ده ببلاش. لو اي ضيف انت مولانا بتطلع في القنوات الفضائيه اول حاجه او مشايخنا الطيبين اللي كلهم زيك بيقولوا بكام حصل عمري. بص يا استاذ ريهام حصل مني حاجه بعد الشيخ خصف البدري توبت على حكايه الشيخ بفلوس دي. لا انا ممنوع منها. بص يا استاذه توبت. اتحدى ايه دي بقى المؤسسه اللي شغال فيها اللي هي وزاره الاوقاف كامله يكون حد عرف اسباب الارهاب. ايه دي بقى؟ لا اتعلم يا مولانا. ما انا هتعلم معاه. بص ايه اسباب الارهاب بقى؟ ايه بقى؟ بص طب هو ايه الارهاب؟ بص طب ما انت كاتب قطع رؤوس. لا لا ده هو دي فعل الارهاب. ده فعل الارهاب بين اسباب وفعل. اولا انت مش واخد بالك انا جايب الجذور اللي فوق دي العرض اللي هو انا ماليش دعوه بالعرض. اللي هو بقى ايه؟ ايه اسباب الارهاب؟ اضطهاد المراه، الفقر، أيوة. التمييز، الاستبداد، احاديه الراي، الكابتن، الخطاب الديني، الكابتن الجنسي. انت بقى ايه تاني؟ التراث الايه؟ استاذه في الاعلام وحورت كل الشيوخ. ايه بقى الكابتن؟ شفت حاجه زي كده؟ اه موجود. لا لكن في نقطة مهمة جدا. هو ليه كل الإرهابيين بيقعدوا يتكلموا عن الحور العين وممارسة الجنسية مع الحور العين ليه؟ وليه مشايخنا كل فتاويهم في الجنس بس؟ دلوقتي